من جديد كل مرحبا من جديد كل اللي انضموا لمتابعتنا عبر هذا المساء الجديد. فقرتنا الثالثة قد لا تسعفني مشاهدينا مخزون اللغوي لشكر و يعني أنسج كل الحروف شكر وتقدير واحترام وثناء وامتنان لكل معلمي بلادي. هذا المعلم الذي يبني العقول وبناء العقول أصعب من بناء البيوت وتشييدها. هذه المهنة التي لولاها لما كانت هناك العديد من المهن، المهندسين والدكاترة الطيارين والإعلاميين والعديد أيضا من المهن. ما نتعلمه في سن مبكرة غالبا ما يبقى معنا مدى الحياة. مهنة التعليم هي الشجرة المثمرة التي تنهض بالمجتمع وتصحح وتقوم العلة التي به. شكرا لكل معلم كان أب ثاني في المدرسة، شكرا لكل معلمة هي كانت أم ثانية في المدرسة، شكرا لكل من علمنا حرف في يوم من الأيام. ولو كنت أعلم غير الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن لأوفيتها لكم بقلوب مخلصة. شكرا على ما أوليتم من حسن اليوم المعلم. الخامس من أكتوبر هو اليوم اللي بيحتفل فيه كل العالم بهذه المهنة العظيمة. أكيد نحن نسعد جدا أنه يكون معنا داخل الأستوديو وقوفا وتفصيلا حول هذه الفقرة يوم العالمي للمعلم الدكتور عثمان الأمين الخبير التربوي. مرحب بك وكل عام وكل معلمي بلادي بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية الأولى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وخصوصا نحن في هذه الأيام في أيام نفحات ميلاده صلى الله عليه وسلم. التحية لقناة النيل الأزرق التي أتت لنا بهذه السانحة حتى نتحدث عن يوم عيد المعلم أو يوم المعلم، والتحية لمن قام وعلمنا منذ الطفولة منذ رياض الأطفال. واسمحوا لي أن أحيي في هذا اليوم العظيم الأستاذة الجليلة خادم الله عبد المطلب، ودي أول من وضعت لبنة التعليمي في روضة الحسينات بالولاية الشمالية، ثم بعد ذلك كل التحية لكل أساتذتي في كل المراحل التعليمية ولكل زملائي في هذه المهنة التي نحن نعتز ونفتخر بها. ويوم المعلم هذا يوم أسس له منذ العام 1966 بتوصية من اليونسكو، وتمت بعد ذلك العمل فيه منذ العام 1994، واليوم نقول العيد 28 ليوم المعلم. نسأل الله أن يوفق كل المعلمين، والتحية للمرة الثانية لناس أو لقناة النيل الأزرق ولمعد البرنامج ولمخرجه ولمن خلف الكواليس من هؤلاء الشباب العظام. هم كمان بحيوك وبهنوك بيوم المعلم، ولك كل الود والتقدير والاحترام، وأحيي فيك هذا الوفاء. أنت تشكر معلمتك في الروضة، يعني هذا الوفاء دائما لأهل العطاء، لك كل الود والتقدير والاحترام. وتحية شكر أيضا لكل معلمي ومعلمات بلادي اللي دائما يعني بيلعبوا أدوار كبيرة ومهمة جدا من أجل إنارة العقول والجانب التربوي المهم اللي بيقوموا به. لك التحية دكتور عثمان، وبداية خلينا نتحدث عن هذه الاحتفائية، وهي نتمنى أن تكون يعني مش فقط يوم واحد، كل أيام السنة هي احتفاء واحتفال بالمعلم. فاليوم نحن نعطيكم جزء، ونحن ندرك تماما أنه قليل في حقكم، ولكن لمسة وفاء بسيطة للمعلمي بلادي بشكل عام. هذا اليوم وكيفية الاحتفاء في السودان، هل نحن في السودان نحتفي بالمعلم كما يجب أن يكون؟ والله يعني سألت سؤال عميق جدا جدا. نحن في السودان بنحتفل بالمعلم في جزئيات فقط، يعني زي مثلا قناتكم هنا مشكورة يعني تذكر الناس بيوم المعلم، ولكن مقارنة بالدول التي تدي إجازة كاملة لهذا اليوم للمعلم، وفي دول برضو بتكرمه في نفس اليوم، ونحن ذاتنا بنجد هنا في السودان يعني المعلم ذاته ما ماخذ حقه كما ينبغي، يعني
فبالتالي يعني بنجد أنه في بعض الصعوبات وفي بعض الأشياء، يعني ربما في بعض كثير من زملائنا ما يكون عارفين هم الليلة ذات يوم المعلم، يعني الطوابير دي كلها اشتغلت وكذا وكذا، لكن يعني يوم المعلم ده هو يوم وقفة ولفت نظر للمجتمع وللدولة ولكل الناس على أساس أنه يهتموا بالمعلم. لأنه يا جماعة المعلم ده إذا نحن ما اهتمينا به وما عملنا على يعني أدينا حقوقه سواء كانت معنوية أو مادية، فبالتالي ما حنلقى يعني تعليم جيد، ولا حنلقى يعني زي الدول اللي بيتسموها صاحبة المعايير المتفوقة في التعليم، بنكون نحن لسه يعني، لأنه هو الركيزة الأساسية أو هو العمود الفقري لعملية التعليم المعلم، ومنها بعد ذلك شنو ننطلق. فبالتالي نحن هنا في السودان يعني للأمانة يعني حظنا ضعيف جدا جدا في مثل هذا اليوم والأيام التي تشابهه في التعليم. فبالتالي نحن من هذا المنبر ومن هذه القناة الفتية نريد أن المجتمع يعطي يعني جزئية من وقته لتكريم المعلم سواء كان معنوية، يعني كل واحد كل طالب درسه معلم إن شاء الله يدي له ببرغية. يعني أستي لو فتحت النت ده وشفت الناس في العالم بيهنوا فيها أساتذتهم بجميع اللغات، بيهنوا فيها أساتذتهم انت علمتني انت كنت كذا كذا كذا. احنا دايرين الدور ده لأنه ما كل الحياة مادية، ما كل الحياة المعلم ده ممكن تدفعه بكلمة طيبة بكلمة حسنة ممكن تدفعه إلى الأمام. فبالتالي نحن يعني نريد أن ندفع بزملائنا وبإخواننا في هذه المهنة إلى الأمام، فبالتالي تكريم واجب وضروري جدا على المجتمع وعلى الدولة. صحيح، لهم التحية والتقدير والتجلة والاحترام. أعتقد أنه مهنة المعلم هي مهنة تكليفة عالية، نقدر نقول باعتبار أنها هي بتبني عقول، بتربي مع البيت، بتلعب جزء أو دور كبير جدا في التربية مع الأهل مع الأسرة في البيت، غير أنه يعني التواصل بالمعلومات أو أنه مثلا تدريس ما يوجد على الكتب، كمان في الدور أو العامل التربوي اللي بيقوم به المعلم تلقائيا، قد لا يكون أنه مكلف بالحاجة دي لكن بيقوم به تلقائيا. التربية دائما بتجي قبل التعليم، فخلينا نتكلم عن المعلم الأب والمعلم الأم. نعم، المعلم اللي الكلام اللي انت بتتحدث عنه ده بيسموه في البرنامج التربوي بالمنهج الخفي، يعني المنهج الما ظاهر. المنهج الظاهر ده ما هو كتب ومقررات ومكتوب، اما المنهج الخفي ده من ضمنه القدوه الحسنه. يعني نحن كل ما لقينا معلم قدوه حسنه لمعلمينا بيزرع علينا فيهم قيم، وهذه القيم بتنشا معهم، وفبالتالي بنكون يعني طلعنا او خرجنا للمجتمع غايات الأصل من أجل حاجات التربية والتعليم، إخراج مواطن صالح. إخراج مواطن صالح ده كل العالم يريد أن يخرج مواطن صالح، لكن الكيفية كيف؟ الكيفية طبعا بالقدوة الحسنة، بالمنهج بالمنهج الخفي والمنهج الواضح. فبالتالي لابد لنا أن نهتم بعملية التعليم وبعملية وعلى رأسها كما أسلفنا المعلم. يعني المعلم ده كل ما نحن شدينا من أزره وقفنا معه، كل ما نحن طلعنا جيل يعني يستطيع أن ينافس العالم، يستطيع أن ينافس ابناء العالم في تعليمه في قيمه في أخلاقه في كل الأشياء في يعني في كل الأشياء التي ينبغي علينا أن نعملها. فبالتالي نحن تعليمنا بس داير دفع، يعني نحن ما نسيئين كثير، لكن كمان إمكانياتنا في التعليم دي شحيحة شوية، يعني ميزانياتنا تعبانة. فبالتالي المعلم لابد أن يدرب تدريب، يعني زي ما بيقولوا عليه تدريب مستمر، تدريب مستمر. يعني التدريب المستمر ده لمواكبة مواكب معلم معاصر بيحصل الآن. فبالتالي نسأل الله أن يوفقنا إلى أن نعمل عمل ينفع بلدنا وطننا. صحيح.
والمعلم هو الذي يقوم ببناء الأمم بتخريج عدد من الشخصيات في عدد من المجالات المختلفة، فبالتالي هو واجب علينا أنه نحترمه، نقدم له كل الود والتقدير والاحترام، نقدم له الجانب المادي أيضا المحفز، فهو يبدينا من جهده ومن صحته ومن وقته ومن مخزونه المعرفي وتفاصيله الحياتية المختلفة، هي عصارة جهد كبير جدا هو مباشرة بالصف في مصلحة الطالب أو المتلقي. فعموما المعلم السوداني هو صابر على كل هذه الظروف القاسية، وبالرغم من الظروف القاسية هو يقدم جرعات تربوية وجرعات أيضا تعليمية للطالب بكل صدر رحب، لأنه يعلم تماما أن هؤلاء الطلاب لا ذنب لهم، أيضا هم يعانون في نفس الظروف اللي بيعاني منها المعلم أي الأستاذ. فكيف نحن نقدر يعني نقف معهم برغم الظروف القاسية اللي نحن بنعاني منها؟ فالمعلم له حق أنه يحس باهتمام، يحس بتقدير، يحس بتفاصيل قد تنعش يعني بعض المعنويات اللي قد تكون مهدومة بداخل المعلم. صحيح، لكن نحن هنا هسه كمعلمين وبحمد الله كما أنت ذكرتي يعني كل الزملاء وكل المعلمين ما قاعد يضعوا المادة يعني شيء أساسي بالنسبة لهم، لكن يا جماعة أقل حاجة مقومات الحياة للمعلم. صحيح. يعني المعلم ده أنت لما أنت زول شغال كم 30 سنة تديه 90,000 جنيه، يا 90,000 جنيه تسوي ليش يا جماعة؟ يعني نحن قدر ما نتكلم وقدر ما نقول بنلقى كل الحكومات المتعاقبة على على الوزارات بتاعت التربية والتعليم والمالية كلها وعود 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 وعود، ما في حاجة، الليلة زادوها بكرة نمشي السوق نلقى ما في حاجة، لكن نحن فوق ده كله لأنه دي مسؤوليتنا ولأنه ربنا نحن ذاته خلقنا لهذه المهنة ويسرنا لها، فبالتالي ما عندنا مانع نواصل في عطانا، لكن كمان يعني ينبغي على المجتمع أن يدفع بنا معنوياً وعلى الدولة أن تدفع بنا ماديا، فبالتالي يتلاقوا الاثنين دين نحن نطلع زي ما قلت، ويكفينا فخرا أنه نحن غير كل الناس بنطلع عقول. يعني مصانع عقول. أيوة مصانعنا بتنتج عقول، وأنتم الموجودين هسه في كل القاعة دين أنتم نتاج معلمين. صحيح. وكلكم تذكروهم من الروضة إلى كده، وحتى رئيس الجمهورية وكل الناس في العالم هم نتاج لمعلمين، فبالتالي يا جماعة عشان نحن فعلا تكون دولة متقدمة على مصاف الدول لابد الاهتمام بالتعليم، ومن ضمن الاهتمام بالتعليم الاهتمام بالمعلم، لأنه هو الركيزة أو هو العمود الفقري لهذه العملية، فبالتالي يعني دي ربما تكون فاتحة خير من هذا البرنامج، والناس تعي دورها وكل منا يعي دوره على اساس انه والله نحن اصلا ما نحن والله يا دكتور بتضم صوتنا لصوتك. تمام. ودي مناشده، المعلم يعني حقيقي بيستحق انه الناس تقيف معه، بيستحق انه ما بس التقدير والشكر والاحترام، بيستحق انه يكون عنده كل العوائد، العائد المادي، العائد النفسي، عائد الشكر والامتنان من المجتمع. احنا حنواصل حول حديثا حول هذه الفقره، لكن عندنا فاصل اعلاني قصير مشاهدينا، راجعين اكيد. تمام. أجمل باقات الورود وأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان نهديها لكل معلم ومعلمة بيوم المعلم اللي بيصادف دائما كل عام 5 أكتوبر. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم تنثرون العلم والمعرفة والتربية في عقول الطلاب بشكل عام. نتمنى العام المقبل بإذن الله تتحسن أوضاعكم وتعودون كما كان المعلم في السابق من ناحية مادية بإذن الله. نقدر تماما الظروف اللي بتعملون فيها، لكم كل الود والتقدير والاحترام، ولشخصك دكتور عثمان الأمين، وأنت أيضا خبير تربوي، باسمك واسم كل المعلمين بنشكركم، وبالتأكيد عدد من الأمنيات في حقيبة كل معلم،
وعدد من التفاصيل اللي انتم بتحلموا وبتطمحوا انها تتحقق في مجال التعليم بشكل عام في السودان. ختاما لديك بعض الرسائل، اتفضل. والله الرسالة الأولى للإخوة في وزارة التربية والتعليم، نرجو منهم الاهتمام بالمعلم كعادتهم ويهتموا بالوضع الاقتصادي للمعلم، وطبعا ده شغل وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم. دي الرسالة الأولى من المجتمع. والله يا أخواننا دارين المعنوي لهؤلاء الزملاء اللي بيكابدوا، وكمان تحياتي للزملاء في الأطراف وفي أصقاع السودان في المناطق الناية اللي بيعملوا في ظروف صعبة جدا جدا. من هنا أبعث لهم تحايا خاصة وتحايا بيوم المعلم اللي هو الخامس من أكتوبر، الخامس من تشرين الأول. نسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله أن يعيد العام القادم علينا، ونحن نجي نقعد في الحتة في المحل ده ونشيد الوضع الجديد اللي والطفرة التي حدثت للمعلم. هو ليست أمنيات، ولكن بس يعني وضع استراتيجيات للدولة، تمام، المعلم يكون يحسن حال إن شاء الله. نتمنى ذلك الصادقين. صراحة تتغازم الكلمات، كلمات الشكر والامتنان أمام قامة المعلم، منارة العلم التي تضيء الطريق أمام الطلاب، وأيضا المعرفة التي تقدم، والجانب التربوي الكبير اللي بيقوموا به هو الدور الأعظم بلا شك. أنا بشكر كل المعلمين ومعلماتي، وكل شخص علمني حرف له كل الود والتقدير والاحترام، وكل سنة وانت طيب، وإن شاء الله يا رب مزيد من النجاحات. وبلا شك ده يعني مهنة إنسانية في المقام الأول يعني، فلهم كل الود والتقدير والاحترام، وهي من مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عام وانت بألف خير يا دكتور، كل عام وكل معلم بألف خير، كل عام وكل زول علمنا حرف بألف خير، كل عام وانتوا بتنوروا دروبنا شمعة مضيئة في حياتنا، كل عام وانتوا بتبذلوا الجهد الممكن والمستحيل في بناء عقول، كل عام وانتوا بتعلموا النشء، كل عام وانتم مربيين قبل ما تكونوا معلمين. حقيقي وقفة الشكر والامتنان والاحترام والثناء يعني قد لا يسعفنا الوقت انه نحن نشكر كل المعلمين اللي قدموا لنا في يوم من الايام الكثير، ونحن حقيقي ممتنين لهم. في اسماء كثيره بتتراوح على البال، احنا لولاهم ما كنا حنكون موجودين هنا اليوم. انا حابه اشكر الاستاذ عوض شبو له التحيه والتقدير، وشكرا على كل حاجه قدمتها لي. حقيقي يعني يمكن سنواتي الاولى، السنوات الاساس كانت معه في حضرته، له التحيه والاحترام. شكرا للاستاذ عبد الرحمن دياب معلم اللغه العربيه اللي الى الان انا بستخدم كلماته اللي علمني لها. شكرا لاستاذ الرياضيات الاستاذ مهاجر اللي حببني في الماده اللي عمري ما تخيلت انه في يوم احبها. شكرا لعمتي الاستاذه ايلاف محمد سعيد، استاذه التاريخ اللي بتحكي القصص والروايات وحببتنا في الماده. وكمان الشكر والتحيه والتقدير والاحترام لمعلمي في البيت قبل ما يكون في المدرسه، الاستاذ جلال عبد الله له التحيه والاحترام، وكمان بقول له الف مبروك على النجاح الباهر، وكل عام وانتم شمعه بتنور حياتنا، وكل عام وانتم بالف خير. شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا جزيلا لكل السادة المشاهدين اللي تابعونا عبر هذه الإطلالة وهذه المساحة من مساء جديد. ودي يعني وقفة صغيرونة كذا، أو شكر صغير من قناة النيل الأزرق، تقديرا واحتراما وودا للمعلم. وبلا شك نتمنى أنه يتم تنظيم واحتفال كبير جدا للمعلم، تقديرا لجهوده الكبيرة والعظيمة، وبطلب من كل المجتمع السوداني أنه يولو الاهتمام والدعم المعنوي للمعلم لأنه يستحق. وقم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. إلى اللقاء. وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل.
البلاد المعلمة نور البلاد معلمة نور البلاد بها يهتدي أحفادا هي المصير هي عمادا يا الله حقك أمجادا المعلمة معلمة يا معلمة معلمة خدمت الشعوب ببسالة كان تنجح أجيالا المعلمة معلمة 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 معلمة